السلام عليكم. راح نبلش بشرح الفيديو الثاني من السلسلة. إن شاء الله بعض الفيديو راح يكون كيف إحنا نتعامل مع المخطط المعماري، كيف ممكن إنه إحنا ننظفه ونخليه جاهز إنه يروح على السيف أو على الإيتاب أو إلى أي برنامج آخر. راح نبلش مثلا بالمخطط الكبير هذا، مع المفروض إني ما أبلش فيه لأنه كبير جدا يعني. إن شاء الله راح أشرح فيه بالتفصيل، بس يعني كيف تتعامل أو ممكن يكون ضيف لأن أكثر من مرحلة. فإحنا هينا إن شاء الله نكون شو اسمه قادرين نفيدكم بإذن الله. طبعا أحكي ملاحظة بسيطة قبل ما يشتغل أوتوكاد. صوت الفيديو الماضي كان فيه صوت بقطع، ممكن فيه وشة، صراحة حاولت أحلها. فبتوقع هذا الفيديو ما فيه وشة راح يكون، بس ممكن يكون فيه تقطيع بالصوت. صراحة المايك خربان، مش عارف شو قصته من لما فرمت اللابتوب، يعني ما في شو اسمه الصوت بضل يقطع بالفيديوهات. انا شو اسمه صوت الوش انا متاكد انه راح باذن الله، بس مشكله ايش؟ ممكن التقطيع، اكون احكي يروح حرف يروح حرفين من الكلمه، ان شاء الله يكون واضح. طيب تمام، هسه المخطط بده يفتح، قاعد يفتح يعني. تمام، هاي المخطط. هسه انا بدنا نركز اول اشي نعرف شو نقرا المخطط، بدنا نعرف كمان السيف شو استقبل شو باخذ وهكذا. لازم احنا نعرف يعني شو بدنا نودي للسيف. عندنا هذا المشروع اذا بتلاحظ، مشروع عباره عن مدرسه. طبعا بدي اشرح لك بكل بساطه. بكل بساطه هذا المشروع عندك هون اعمد من برا، بس تكاد اعمد تشوف هديتها لك طيب لك. وانت بتشوف دائما اول شغله بالمخطط لما تشوف عندك اعمده، هاي بلا اعمده مبين انه هذا عمود، يعني تمام. هذا اللي زي هيك مربع عمود شيرو بيكون سوليد او اكسات. بتحكي اعمده برا المبنى، يعني انت بتحكي المبنى تبعي والله هيو ها طلع هاي المبنى تبعي، هاي حدوده يعني ها هذا السور. طيب راح تحكي لي هاي الاعمده شو بتسوي هون؟ بحكي لك بكل بساطه هاي الاعمده بدك تطلع الطابق الثاني فيها هيها ها طلع هيها هاي الأعمدة هي موجودة والله ها طلع ارتكلي والله هي موجودة. ليش مش موجودة تحت؟ ببساطة هيك بستنتج إنه الطبق اللي تحت أصغر من اللي فوق، يعني هاي الأعمدة تلاقيها حي الله مزروعة بالهواء تمام بالهواء. طب الطبق الثاني بتلاقيها فوقيها موجودة، هي حدود السلاب. الطبق الثالث نفس الفكرة. وهون لكن مثلا والله هون في إشي ها، هون سور. طب ليش ما في سور؟ ببساطة بقول لك هذا الطابق ما فيش فيه هذه الجزئية، الطبق اللي فوقه مش موجود هذه الجزئية. هاي أول شغلة. أول شغلة بدك تعرف إنه مثلا هل الطوابق نفس الحجم نفس المساحة ولا لا. استنتج إنه بعض المخطط مش نفس المساحة. ثاني شغلة، أنت بدك تعرف شو بدك تودي للإيتاب أو للسيف. بكل بساطة أنت مهندس إنشائي بيهمك يكون فيه كراسي، يعني أنت بتصمم الكراسي. انت يعني كرسي بلاستيك مش انت بتشتري، انت كمهندس مدني هل انت بتصمم؟ طيب ما معلق. طب انت كمهندس مدني بتصمم مثلا البواب؟ بتقول لي لا. طب انت كمهندس مدني بتصمم البلوك؟ بقول لك لا. معناته شو انا اللي بهمني مشان اصممه؟ بهمك حدود السلاب. سلاب تمام. كمان باكل كله. شو كمان؟ بقول لك الشيروال، انت مهندس مدني مصمم البيم، في بيمات واضحه معك مخطط المعماري. الاشياء اللي بتفيدك الدرج الستيركيس، هذول انت هم اللي بهموك انت انك توديهم على السيف. انت اي شيء غير هذول بدك تشيله بدك اياه. انت ما بتصمم بلوك، البلوك انت بتحطه حط، انت ما بتحط كراسي، ما بتحط مغاسل الحمام، ما بتحط البواب، ما بتحط الشبابيك، هذول كلهم بدك تشيلهم. انت هاي انا كتبت لك اياهم هون. انت مباشره بتحكي انا بدي انظف هذا المبنى بحيث انه ما اشوف عندي غير ايش؟ غير الاشياء اللي انا حكيتها. يعني كيف بدي اعرف اذا هذا عمود، هذا باب، هذا شير وول؟ يعني اغلب اللي وصل مشروع تخرج واحد ممكن ما بعرف يقرا هاي الشغلات، انه ما بعرف يقرا المخطط. بكل بساطه بكل بساطه انا هسه بعلمك بشكل بسيط. باب دائما بيجي زي الارتش هيك، هذا باب، هذا الباب معناه انه بيفتح باتجاهين مثلا، هذا الباب معناه بيفتح باتجاه واحد، هذا الباب باتجاه واحد اكبر من هذا.
هكذا البوابة هي بتيجي زي الارك، هاي انا كلها ما بدي اياها يعني، انا هاي بدي امسحها. راح تحكي لي اول شيء انا بدي اروح امسك واحد واحد وامسحه، بقول لك اه والله بغلب، بقول لك عادي الاوتوكاد فيه خصائص كثيره مرتبه تقدر تمسحهم كلهم مع بعض. تمام، عندك هون مثلا مغسله، المغسله بدك تستخدمها، بقول لك لا بدك تمسح المغسله. تمام، شبابيك، شبابيك بكون تهشيرها، خلينا نشوف لك شبابيك، شبابيك بكون تهشيرها بالعاده زي هيك. ايوه ويندو، مكتوب ويندو وخطط ويندو. شباك، هذا الشباك ما بدي اياه، هذا كله ما بدي اياه. تمام، الدرج، الدرج هي زي هيك، بقول لك كم سلم عندك وقديش العرض البسطه وهكذا، اخذناه بالكونستراكشن. تمام، هاي اللي بيكون تهشيرها زي هيك خطين، بكون قواطع بلوك اللي هي البارتيشنز. احنا بنعرف بالكونستراكشن لما كنا نحسب اللود، كنا نحسب اللود واخر شيء بس نخلص نحكي زائد 100 كيلو نيوتن بارتيشن، 150 كيلو نيوتن بارتيشن. لي اه، بقول لك اه معناته البارتيشن انا فعليا يعني ما بصممه، البارتيشن عباره عن بلوك، يعني انا البلوك ما بدي اياه، فاي شيء تهشيره برضه خطين بدي امسحه، يعني هذا كامل ما بدي اياه، امسحه كامل. طيب تمام، راح تصير تحكي لي طيب ليش؟ مش انا، لو انه انت شوي عندك خبره بالانشاء، وانت مش بتحكي انه الحيطان انا بحط بيمات فوقها، انا ما اعمر الطابق اللي فوقه يكون البيم هذا فاصل بين الحيطين، لك اه مش انا معناها بدي احط بيم هون مكان القاطع او فوق القاطع بدي احط بيم، بقول لك اه انا احنا اخذنا بالمواد انه اذا احنا اخذنا فلات سلاب، بفلات سلاب ما فيها بيمات، انا فعليا ماشي راح احط حت بلوك ما راح احط بيم، فلات سلاب ما فيها بيمات، بدك تحط ريبت سلاب تكتب على الاكس البيمات على الواي، انت هون ممكن تحط بيمات ممكن ما تحط بيمات، انت مخير بالبيمات. عشان هيك انا شو بحكي لك، انه انت القواطع بتشيلها وفي حال قررت تحط بيمات بتحطهم عادي، هو اللي مش شيء عظيم. درج حكينا، طيب احنا حكينا برضه بهمنا الشير وول، الشير وول، الشير وول اللي هو هذا اللي بكون تهشيره زي هيك اكساب، هذا انا ممنوع امسحه، هذا لازم تاخذه معك على السيف والايتاب، الاعمده ممنوع تمسحها. الدايمنشن خط هاي ما بدي اياها، ما بتهمني، بتهمني اه عارف المسافه بين الاعمده بس ما بتهمني اني اخذها معي على البرنامج. بالتالي انا هسه بدي اعلمك تنظف المخطط بحيث انه انت تقدر تودي السيف والايتاب. اولا بدي تعرف اوتوكاد في خصائص معينه، في شيء هون اسمه اللايرز، طلع هون اشياء اسمها اللايرز، هاي لايرز انه كل اشي بيكون محطوط على لاير معينة. كيف يعني؟ يعني لو انا بدي ارسم دور عجنب هون برسم لاين بيطلع لونه احمر، انا ما بديش ارسم باب انه خط على طبقة، انه خط على طبقة دور. تمام، انا لو اطفي طبقة دور هاي اطفيها اختفي، وبرضه لو تروح على اي دور اختفى. تمام، بتلاقيها اختفت، بعد رجعها راح يرجع الابواب. بالتالي هاي اللاير هاي شيء بيعمله المعماري بالعاده نتميز انت انه هاي خلص، هاي الابواب انت بتروح بتطفيها وتمسحهم وخلص بروح بمسح كل شيء بخص هاي اللاير. انا في عندي خيار بالاوتوكاد شيء اسمه لاير ايزوليت ولاير اون، وان ايزوليت يعني انا مثلا هذا في هاي اسماء اسمهم جريدات، الجريدات انا ما بهموني، بقول لك انا ما بدي الجريدات، في خيار انه تيجي تمسك بس شوي لانه الماوس علقت. تمام، في خيار بلوتوكاد انه انت مسكت هذا الخط من لاير اسمه سنتر لاين، لو انت تعمل له ايزوليت زي هيك بتلاقي لك كل الرسمات اللي بالاوتوكاد وما خلاش غير الاشي اللي مرسوم على هاي اللاير. يعني انت هاي هذول ها انت عم كلها ايزوليت، انت هذا كله بدك اياه بتقول لي لا، شو بعمل؟ بقول لك امسحه دقيقه شوي. ليش امسحه؟ انا افرض عندي خطا معين بدي اقيس ابعاد شيء، بقول لك لا تجي انت بكل بساطه كل شيء اللي كتبناه هون، افتح صفحه جديده. تمام، خلي بس يحمل لاني عامل اضافات للاوتوكاد معينه فبيعلق شوي عندي يعني لشغل معين يعني صراحه.
انا بروح بمسك الرسمة وبمسخها كنترول سي كنترول في عادي وبحطها، تمام، بأخذها على الجنب. انا بنسخها، انا ما بدي اخرب الرسمة تبعتي. شو بعمل بعدين؟ بعمل لهاي برضو كوبي، برضو بعملها كوبي من نقطة معينة ولتكن هون، وباخذها على جنب، تمام. وايش خلص، والاصلي كامل ما بدي، يعني ما خططت. اوه ما نقله كامل، دقيقة ما كنت بضلله، او هو معلق بصراحة مش عارف. هو ممكن الله راح يكون بالفيديوهات الجاية احسن، يعني لا تخافوا. انا ضللت كامل، اعمل كوبي تمام. هيو شو بعمل، خلص والصفحة هذيك كلها ما بدي اياها، هاي اللي انا عملتها بدي اياها لحد خلص، بدنا نسخته مع جنب. شو بتعمل؟ بتعمل اذا بدك اشي بتعمل هذا سنتر لاين مثلا، تعمل له هاي، تعمل له ايزوليت بس، وبتمسح بالاصل. امسحه لا خليه بحتاجه، تمام. هسه شوف، لاحظ اني مسحتهم. هذا المخطط منقول مرتين، شوف شو اللي صاير، لانه كان معلق بس هيك غالبا. هذا هلو هاي جوليت، تمسحه امورك تمام. حاط المسح صارت الرسم شويها انظف، تمام. ايش حكينا مثلا؟ كراسي للمسرح، هذا مخطط في مسرح، عمل بدي اياهم للهم هم. بس مسح ديليت عادي. خط السكشن ما بدي اياه، له امسح. هاي الكراسي هذول ما بدي اياهم، امسح. دائما لما تتاكد مرات المعماري بيكون مخربط، رسم عمود مثلا على طبقه بالغلط، تاكد من شغل المعماري، تمام. الدايمنشن اللي جوا ما بدي اياه، بتضل له تعمل له مسح. تاكد هون هل المعماري حاط باب بالغلط، عمود بالغلط، لا مش حاط. شو بتعمل؟ بتمسحهم، ما بدي اياهم، تمام. الدايمنشن خارجي برضو تأكد، وما بدي اياهم، صح. هذا الحد الخارجي ما بدي اياه، امسح. طيب خليت اللي على الجنب اللي على اليمين عشان اتأكد اذا في اشي مسحته بالغلط اخر اشي يعني، تمام. النص هذا ما بدي اياه. لاحظ لما ضللت النص شغلات من المبنى انا بدي اياها. يب اعمل بهاي الحالة، لا تمسحهم كلهم، امسح الاشياء اللي انت بدك اياها، الاشياء انت ما بدك اياها. بكون هو عامل اللاير على لاير ثانية، تمام. رجع هاي، بتمسح او فيهم هاي بترجعهم، تمام. هذا الاشي ما بدي اياه، خليله. هذا تحشير، خلي التحشير لانه قلت لك اذا الاكسات هاي بتكون شير وول، اما هاي بتكون بلوك. انا اذا رحت مسحتهم بمشي اذا هذا الخط شير وول ولا بلوك، فبمسح الاشياء اللي بتجي اياها. يعني الكلام هذا الفيل ردم، يعني مشان الردم. بدي اياه رجع كمان، هذا رجعك النص ما بدي اياه مثلا اكشن روم. الباب برضو انت تظلل اكثر من شغله، وهم كلهم تعملهم ايزوليت زي هيك عادي. ما بدي اياهم كلياتهم. لاحظ الباب ما مسحت لانه اصلا هو كان راسمهم على يرات مختلفة. لاحظ الباب كلهم كلهم طيب. صور كمان كمان اشياء لسه، هذا اللي كتبهم، غرفة كهرباء برضه بظللها. انا كله نص، اتأكد كله نص. امسح الخط، ممكن عشان يبين لك فرق الكلاب خليها تفيدني يعني. امسح هذا. طيب هسه بتلاحظ انه في شغلات انا ما بدي اياها، هذا الدرج الخارجي ما راح احتاجه مبدئيا. ايوه كذا ما ضللت شيء بالغلط، بس لا
درج بس. تمام، يعني ليش استنتجت؟ انا ماسح خط ابيض غلط مني، انا ماسح لحد الخط الحد الخارجي، يا ماسح يا مش ماسح مش عارف، ومطفي مطفي اللاير كأنه. لا انا ماسح خط بالغلط للاسف، يعني راح يضايقنا كثير هذا الاشي. طيب مش مشكلة عادي، هسه ليش نمسح القواطع؟ هاي قواطع ما بدي اياها كاملة، امسحها عادي. خلنا نمسح هاي ايزوليت، خليه بهمني هاي الجزئية بدي اشيلها عادي. هذا الخط ايش انت قاعد بتنظف الرسم؟ يعني هسه الرسم صارت يعني بس انت بدك اياها بتحتاجها انت بالبرنامج. طيب ولا شيء. تلاحظ هون بتحكي الله، طيب هذا الحد ليش خلاه؟ عشان تعرف المبنى، يعني هون ما في اشي، هون انت ما راح تحط سلاب، انت بهي جاي كلها ما راح تحط سلاب. تمام، هسه خلينا نمسح القواطع. هاي قواطع، تمام. ايش اسمه المنور هذا اللي بإشارة اكس؟ المنور هاي فتحة، فتحة بخليها لانه بالبرنامج سيف وبالايتابس في تعريف للفتحات، بهمني انه يظل هذا كله. ما بدي اياه الشباك اللي هون، ما بدي اياه الشباك اللي هون، ما بدي اياه الدوائر هذول. اي شيء في حرف الاكس اللي زي هيك، هاي القواطع ما بدي اياها. انا بدي اصمم مثلا ريد سلاب او سوليد سلاب، شو بتعمل؟ لوك هذول القواطع هذول تعمل وتخليهم تحط فوقهم بيم، بس تكون بيم متصل يعني زي هيك. بس احنا ما بدنا نصمم سوليد سلاب لانه المسافه بين الاعمده اصلا كبيره. يعني هاي ان شاء الله بس نوصل لمرحله الديزاين وكيف نختار نختار افضل سلاب وهكذا. تمام، هذا بمسحه. بس وقف شوي هون، هذا شير وول بمسحه، وقت بمسحه هذا قاطع. هذا قاطع ليش محطوط هون؟ في حيط بلوك، تمام، والاصل فوقيه بيم، ما بدي البيم، من فلات سلاب انا صح، هذا كله ما بدي اياه. يعني هيك انت تبلش تنظف. ما بدي اياه ولا شيء، ما بدي اياه. لا مش مشكلة، الجزئية الصغيرة يا يعني. قبل ما امسح خلني ارجع اعرف انا وين الحد عندي، حدد شو النهايه. اقول لك خلاص امسح بس بدي ترسم خط هون، ترسم خط لحد الدرج عشان تعرف. بهمني هذا التهجير، ما بهمني صح، ما بهمني، بهمني حد المنور. تمام، هاي قواطع بلوك بدي فيها، هاي قواطع بلوك ما بدي اياها. تمام، في قواطع بلوك كمان، هذا قاطع بلوك، هذا الدرجات هذول بدي فيهم. انا عادي المفروض اخليهم بس عادي، يعني ما راح تأثر عندي في الديزاين ولا شيء. يعني تقريبا اذا بتلاحظ لازم تتأكد المبنى نظيف ولا لا، مش كله مايك مستف عادي، بتهمني مشكلة. هسه بتلاحظ انه المبنى عندك تقريبا شبه نظيف. دقيقة، في هون خط ما بعرف شو هو، مرسوم على يرب غلط عادي، شيلهم. اي لازم تنظف الرسمة، لازم تنظف الرسمة.
نفسه يعني شو ذاك لك يا انه احنا خلصنا هذا جاهز روح السيف ولا روح اليتابس يعني لنا حوالي 3 ساعة ومش بهذا الفيديو راح نكمل وقلت لك هذا المخطط ما راح اوقف السيف واليتابس تدعي لك شو تعمل بس انا لاحظ عرفت في المبنى حدود المبنى حد المبنى حتى كمل حد المبنى هون ارسم ما راح ارسم هاي الخطوط ودي انا بس عشان حدود المبنى بس لا اقل ولا اكثر بعدين هاي ما راح تأثر كثير تمام الأشياء اللي أنا مسحتها بالغلط مثلا هيك هذا مش مشكلة تمام هون برضه لازم أعرف حد المبنى بالنهاية شو عندي هيك حد المبنى عندي ارجع للمخطط الإنشائي هيو هون حط لك خط هذا الخط شو هذا اللي حط لك خلينا نمسح خط سنتر بس هذا الخط حط لك انه وول يعني هذا فعليا وول هذا اشي جزء من المبنى انا مش حط لك غرف ولا اشي هو قال لك انه هون وول في وول المنطقة كلها هو رادمها فعليا عادي مش يعني لا تفكر انه فيها خطأ لانه هاي بكل بساطة هاي تسوية هاي تسوية سكند بيزن في الثاني هاي هذا المبنى عبارة عن تسويتين فوق الارض تمام انت هيك صار عندك مبنى المبنى لساته مش جاهز يروح السيف والإيتابس راح ما راح علمك كيف تودي على السيف والإيتابس لهذا المخطط بس الفكرة انه هذا المخطط صرت تعرف ببساطة هسه ترسم dimension line شوف المسافة بين الأعمدة مثلا المسافة هي 5 متر المسافة هون مثلا 4 متر بس بصير من قوانين سلابات ان شاء الله بس ناخذ محاضرة السلابات راح تصير تعرف مثلا هون والله بدي اصمم فلات سلاب ريب سلاب وهكذا يعني هذا الجزء ممكن اصممه ريب سلاب لانه المسافة 4 متر مثلا وسوليد سلاب وهكذا والله هون المسافة بين الاعمدة او بين العمود والوال اللي هون 25 متر هاي 25 متر شو السلاب اللي بدي اصممها وهذا مسرح يعني ما بقدر اضيف اعمدة طبعا انت كان مهندس انشائي بتقدر تضيف اعمده حسب المعقول يعني انت بتقدر المعماري والله ما بديش احط عمود هون مثلا ايش انه هاي منطقه فل منطقه ردم مثلا هون انا ما بدي اجي احط عمود هون ليش في مغسله هون طيب انا وين لازم ترجع للمعماري اذا انا بدي احرك عمود او بدي اضيف عمود او بدي اشيل عمود بده يصير عندي بالمبنى او بالمخطط المعماري هون هو حاسب انه هذا العمود مثلا انا فرض هذا العمود كانه مناسب لو حركته شوي هيك وبعدين هيك يعني شيك عندي ريفليكشن ممكن شيك عندي الى اخره شو بصير بسكر على الباب طب كيف بدي احط عمود جوا باب بنفع انت مهندس انشائي لازم تعرف لما بدك تحرك الاعمده لازم انت تعرف المعماري هل راح يضايقه ولا ما راح يضايقه تمام لما تيجي لهون مسرح رحت انا على السكشن لقيته مسرح تمام جاي تقريبا هيك زي هيك شوي اشيل الارثو تقريبا جاي زي هيك يعني انه هون يعني هيك المسرح كراسي المسرح ما بتكون زي السينما يبقى انا هون بقدر احط عمود لا لان اذا انا هون حط عمود شو بيصير عندي قرب على المسرح ببطل يشوف اللي ورا ببطل يشوف كيف مصممينها بكل بساطه مصممينها سلابات يعني للمعلومة مصممينها في اشي اسمه بوست تنشن سلاب يكون فيها كوابل ان شاء الله يعني بتاخذوا ستريس او مواد من مواد الماستر يعني انه راح تكون هاي عندكم عنها خلفية ممكن هاي كوابل عادي وهاي الخطوط اصلا بين انها مصممة على كوابل وهاي ممكن الاشعة تبعت المسرح انه كيف هاي اذا بدك تصمم هاي السلاب ممكن تصمم مستحيل تصمم فلات سلاب لأنه المسافة بحدود 20 متر أو 24 متر هون بدك تصممها بوست تنشن أو بريكاست كونكريت مخرسانة وسبقة الصب هكذا فأنت هون من هذا الإشي بتقدر تعرف هون السلاب يعني هاي السلاب بقدر صممها راح يأثر معي بالنتائج بس إحنا نعرف إنه السلابات لها شروط كيف تصممها كيف هاي
ام هيك مبدئيا هذا الفيديو بدي اوقف. بس انت هسه اول شغله عرفت انه تكاد كيف انظف المخطط المعماري، بس انا جاهز اودي السيف اقول لك لا مش جاهز، يعني لو هذا اودي السيف السيف ما راح يستجيب له، لازم اعمل له اكثر من شغله. تمام ان شاء الله، لانه السيف راح تشوفوا كيف تشرح الكتاب بالتفصيل. يعطيكم العافيه.